يما غنحضر معكم ميني تاكوس كيجي لذيذ. هنايا عندي البصل ولا البرو، خبز تاكوس، لحم فريش، الكفته، لي زيبيس، الفلافل المنونه، شويه القزبر المعدون، شويه الزيتون. هنايا في مقلاة كنضعو البرو وكنضعو كنخليوه يتشحر شويه، ومن بعد كنضعو عليه الفلافل المنونه، ومن بعد كنديرو الكفته. تقدروا تعوضوا الكفته بالدجاج مقطع الى قطع صغيره. كنديرو شويه الهريسه اختياريه، كنديرو شويه لحم فريش، تنحركو جيدا. اي حاجه كديروها كتشحروها عاد كديرو حاجه، عاد كديرو حاجه اخرى. هنايا كنهز الخبز ديالي ديال الطاكوس، كنقطعو على شكل دائري بحال هكايا، وتنبدا كنعمر فيه وتنحطو في المول، وصافي كندير وحده 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 حتى كنكملهم كاملين. كندير الزيتون اختياري للتزيين، من بعد كندير الموتزاريلا من فوق منه، وكندخلو الفرن حتى كيتحمر شويه. وبالصحه والراحه كيجي على هذا الشكل هذا.